أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيوفي لهذه الحلقة الكابتن معاذ تيم والكابتن قيس مرمش. بداية يسعد مساكم. الله يسعد مساك يا رب كلكم. في البداية كابتن معاذ تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا كابتن معاذ تيم، طبعا أنا خريج تحاليل طبية من جامعة عمان الأهلية. هذا مش تخصصي، تخصص الكرة، لكن هي كهواية بلشت معانا من الصغر وكملت معانا لبعد الجامعة، فقررنا انه ندخل في هذا المجال لانه بصراحة يعني هو الهواية الافضل بالنسبة لنا. ان شاء الله راح نكون متميزين في هذا المجال، ان شاء الله يا رب نقدم اشي جديد للكرة الأردنية. ويعني هذا اللي بقدر احكي عن حالي. بالتوفيق. وكابتن قيس تعرفنا بحالك. انا كابتن قيس مرمش، كمان خريج عمان الاهليه، خرجنا من التحاليل الطبيه انا وكابتن معاذ زميلي، هو اخوي اكثر من زميلي بصراحه. طبعا مجال الكره هو مجال يعني كثير كبير بصراحه، اكثر من يعني اكثر ما متصور. احنا في اكاديميات وانديه تاسيس وكذا، دخلنا هذا المجال حبا فيها، وبصراحه امتداد لالدي، يعني انا والدي كمان كان لاعب، فهذا بامتد فيه. طبعا مجال الاكاديميات هو مجال بيهمنا بشكل عام، ناسس فيه الطلاب، يعني ناسس فيه اللاعبين من الصغر، كيف تطلع في اللاعب من ولا شيء ليصير كل شيء في كره القدم. فان شاء الله احنا بنحاول قد ما نقدر انه احنا نكون حسن ظن الناس، نكون حسن ظن اللاعبين، نرفع فيهم بمجال كره القدم ذهنيا. بتوفيق. بس تعرفني اكثر على افنجرز اكاديمي، انتوا كيف اجتكم فكره انشاء هاي الاكاديميه؟ وليش انتوا بالتحديد اتجهتوا لكره القدم؟ تمام. هسه ليش اتجهنا، انا بدي ابلش من اخر السؤال، بدك تسمحي لي، ليش اتجهنا لكره القدم؟ لانها بصراحه الرياضه الاكثر شعبيه في العالم. نعم. والرياضه الاكثر شعبيه في الاردن والاكثر شعبيه بين الاطفال. ما في حدا ما بيحب كره القدم، ما في حدا ما بيعرف كره القدم. لذلك هي المجال الاوفر للطالب اللي يطلع طاقته فيها، اكثر ما فيها بيقدر يطلع طاقه ايجابيه، بيقدر يتحرر من التليفونات، يتحرر من السوشيال ميديا، يتحرر من الواقع اللي وصل فيه الجيل هذا، انه خلص احنا وصلنا لمرحله التليفون هو صديق الولد اكثر ما هو خارج الملعب. فكرة افنجرز اكاديمي طبعا كانت فكرة كابتن معاذ كاسم، يعني كاسم افنجرز هم امتداد لسلسلة مارفل اللي موجودين بالكوميكس وكذا، اللي هي بتحكي عن شخصيات ابطال، وهي بتمثل الطلاب نفسهم كيف بده يتحولوا من طالب عادي الى سوبر هيرو. وهي هي فكرة افنجرز اكاديمي كاسم، لذلك هذا اللي احنا بنفكر فيه، احنا كيف نقول الطالب من زيرو تو هيرو. بالتوفيق. تعرفني اكثر على الاكاديميه. بالضبط. ايش هي اصلا اهم الخدمات اللي انتم عم بتقدموها عندكم هون؟ هسا احنا كاكاديميه افنجرز اكاديمي ان شاء الله يعني بنسعى لتطوير الطالب مثل ما حكى، لانه بدنا نغير مفهوم الكره ككره. الناس ماخذه انه الكره خلص انه لاعب بيمسك طابه في الملعب مركز وهيك، لا، الكرة أكثر من هيك، الكرة بتنمي القدرات العقلية الفكرية للطالب، بتزيد الوعي خصوصاً في زمن السوشيال ميديا والتكنولوجيا، والأطفال عم بيلجأوا لها كثير، فإحنا بدنا نبعدهم عن هذا المجال، بدنا نحاول ننمي فكرهم قدراتهم العقلية، وهاي هي الفكرة الأميز لأفنجرز أكاديمي اللي هي ننمي القدرات العقلية للطالب قبل الكروية. نعم. بس أصلاً شو هي الفئات العمرية اللي أنتم مستهدفينها بهاي الأكاديمية؟ هسا أنا راح يكون معي الفئات إن شاء الله من 4 سنين لحد 10 سنوات. نعم. ومن 11 سنة لحد 15 مع كابتن قيس. هسا الفكرة من هذا الحكي إنه أنا يعني صديق مع الأطفال أكثر من كابتن قيس، يعني أنا خلص بعرف كيف أسلي الأطفال أكثر منه. هو راح يكون مهمته تطوير اللاعب، تصنيعه وتصديره ان شاء الله ابتداء من السنه القادمه، لانه خلص راح تصير اكاديميه ربحيه، ندخل فيها دوري اردني، في اكثر من مشروع ان شاء الله للاكاديميه. بالتوفيق. شو اللي بيميزكم عن الاكاديميات الثانيه؟ سؤال سهل. طيب اللي بيميزنا الاكاديميات الثانيه بصراحه ايش في؟ حكى لك يا كابتن معاذ قبل هالمره انه احنا بنركز على العامل الذهني للطالب. الطالب اذا بيعرف شو يعني كره قدم قبل ما يوصل كره القدم، خلص بيقدر يتعلم بالكره ويتمارس الكره بهوايته براحته بكل سهوله. يعني احنا انا اخذت دوره التدريب الاتحاد الاسيوي الاردني. نعم. فيها تعلمنا لغه كره القدم، لغه كيف تتعامل مع كره، كيف تحكي بكره القدم، وهذا الاساس اللي كثير ناس بتفتقده من الاطفال. تيجي الـ 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 الاساس ان انا امسك الكره وامشي فيها، لا، في اساس قبل هذا
اني انا اعلم الطالب كيف يبلش بالكره، كيف يفهم شان كره قدم، بعديها يبدا بالكره. ميزنا غيرهم العوامل الاخرى. احنا في عندنا ان شاء الله شيء يمكن تشوفوه خلال الفيديو، شيء فعليا اول مره اجى في الاردن، هي جائزه تعطى في كل دوره عندنا لكل طالب بكل فئه، يعني مش لكل طالب، طالب واحد بكل فئه طبعا. هاي الجائزه بتمثل افضل لاعب عندنا في الدوره، بياخذ امتيازات عن غيره من اللاعبين. ولقدام في اشياء ان شاء الله صراحه ما راح اعلنها هسه، بفضل نخليها مفاجاه للناس اللي هي بتيجي تشارك في الدوره، تعرف شو اكاديميه افنجرز، شو بتقدم للطالب خارج مطار كرة القدم. نعم، لانه اكبر عامل للطالب هو التحفيز، فحيكونوا هذولا يعني عبارة عن تحفيز للطالب، يعني كلهم راح يكونوا مميزين، لكن في رجل اللي هو رجل الموسم بسموه رجل الدورة، فحيكون له جائزة خاصة عن زملائه، وكمان معاملة خاصة في الدورات الباقية إن شاء الله. وفي كل دورة راح يكون مختلف العامل التحفيزي عن الدورة اللي قبلها، فإن شاء الله يكون هذا الإشي اللي بيميزنا واللي بيخلي الطلاب يعني يحبونا أكثر من إنه كأنا كوتش وهو كوتش، لا يحبونا كأخوة إلهم إن شاء الله. إن شاء الله. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بهذا المجال. هسا بصراحة يعني بكل صراحة إحنا لسه أكاديمية جديدة، باعتبار لسه ما افتتحنا، ففي أكاديميات مشهورة، هذا من أكبر العوامل طبعا. في عندك طبعا سبونسر، ما عندنا طبعا سبونسر، أنا معتمد على حالي، هو معتمد على حاله، يعني عم نجمع مصاري بصراحة ومنكمل إن شاء الله، نقدر نكمل في المشوار. والناس طبعا يعني إحنا لسه مش ما عندنا هالمتابعين الكثار، ما عندنا الفئة اللي لسه شايفة مين هم أفنجرز أكاديمي، فإن شاء الله يا رب يعني إنه ربنا يوفقنا، الناس تعرفنا أكثر، تقرب منا أكثر، ويعرف شو هم أفنجرز أكاديمي إن شاء الله. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أولاً يا ريت بصراحة بنوجه أول إشي رسالة مباركة للعائلة الهاشمية بعيد الاستقلال الأردني، البلد اللي حمتنا من إحنا صغار وحملتنا وكبرتنا، وبنقدم كمان المباركة لسمو ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني بفرض حفل الزفاف من الآن سرجوة، وإن شاء الله نتمنى لهم حياة سعيدة، ونتمنى الله يتمم لهم على خير يا رب، على خير بهاي البلد. وطبعا وجود الأكاديمية هاي في الأردن بتعني أن الأردن في تطور بوجود جلالة الملك والقيادة الهاشمية. وحضرتك إيش بتحب تحكي لجلالة الملك إذا التقيت؟ طبعا كل عام وطننا بألف خير، إن شاء الله يا رب يديم علينا الأمن والأمان وجود جلالة سيدنا، وإن شاء الله يا رب نتمنى لهم طبعا زفاف سعيد، والله يتمم لهم على خير. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع أفنجرز أكاديمي؟ تحكي لي اكثر وين مكانكم بعمان؟ طبعا احنا واصلا شو هي صفحاتكم او طرق التواصل معكم؟ تمام، احنا موجودين الان في مدارس ميار الدولية الجاردنز خلف قاضي القضاء مقابل المدارس الأردنية الدولية. طبعا احنا ارقام تليفوناتنا موجودة على صفحاتنا على الفيسبوك والانستغرام، فيسبوك اللي هم أفنجرز اف اي، وعلى الانستغرام أفنجرز اف اي اندرسكور جي او، موجودين تحت راح يكون او اخر حلقة ما بعرف كيف حترتبوها. ارقام تليفوناتنا كمان موجودة ان شاء الله على البيج، باي وقت تقدر تتواصل معنا. يوم كان لنا كامبين بحيث انه احنا نستقبل الناس، وان شاء الله احنا حنبلش ب 5/6 ل 26/6 في اول دورة مكونة من 8 حصص تدريبية. هاي الدورة حتكون مصغرة بحيث انه الناس تتعرف على جو الاكاديمية، تشوف شو هي أفنجرز أكاديمي، والدورة الفعلية إن شاء الله في شهر 7. طبعا هاي الدورة حتكون يومين بالأسبوع، كل اثنين وأربعاء إن شاء الله من الساعة 4 للساعة 6 بإذن الله. هي رح تكون زي ما حكى كابتن معاذ، هي دورة مصغرة لحتى نبلش في اللي بعديها. حنكون كمان متواجدين السبت الجاي، مش كل تاريخ، كل تاريخ كان 3/6 إن شاء الله 3/6 بنكون متواجدين إن شاء الله كمان في مدارس ميار، بتشرفونا لا تشوفوا تعرفوا جو الأكاديمية، واذا حابين تسجلوا تشرفونا يعني إن شاء الله. شكرا لكم، الله يعطيك العافية. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر أفنجرز أكاديمي على حسن استضافتهم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت مشاهدتنا، شكرا لكم. أهلا وسهلا، شكرا لك، يعطيك العافية. شكراً.